لك بونجور، صباح الخيرات والليرات ورباع ونصاص الليرات. شبرا حبيبي هلا لاحق تروح على المكتب وتحكي بالمصاري. معلش ما في احلى من العمل، الواحد بيجيب زيارته من الصبح بتقوم هيك بتفتح الابواب بوشه، ادعي لي اليوم توفق بصفقه المصاص السحري. ماشي هلا اكلت ولاد صارت صفقه. امشي امشي اشرب معي القهوه. ما بحسن اشرب قهوه كثير، صرت تاخرت هلا بكون حسام ناطرني ورايحين نحن عندنا شغل سوا هلا. فاهم لاحق يا حبيبي انت وحسام. هلا معقوله يعني بطل حدا يعمل صفقات عليها القيمه؟ انت بتضحكي احيانا ها، وهي بتحكي هالحكي قدام حدا بيفهم الاقتصاد بيضحك عليكي بعدين. شو الى قيمه وما الى قيمه؟ اسمعيني منيح، هي الصفقات تبع الاولاد الصغار هي اكثر صفقات من حيث الدراسه الاقتصاديه والجدوى الاقتصاديه بتدخل ربح، يعني الاكلات الاولاد الصغار هي الطيبه هي اللي بتدخل الربح. ايه ما اختلفنا، بس يعني ما لقيت غير مصاص وسحري كمان. انت المصاص مالك مجربتيها؟ راح اعطيك الوحده هلا خليك تجربيها وتشوفي بنفسك. شوفي تفضلي. ليش كبيت المصاصه؟ ما هون السحر، هاتي الورقه لإلك ومدي ايدك. شوفي شو اخذنا هاي؟ ايوه عملنا لها هيك حطيناها هيك على ايدك. ها عدي للخمسه. واحد اثنين خمسه. ها يا شو ها؟ طبعا سحرية، فهمتي هلا ليش اسمها المصاصة السحرية؟ ايه طيب يعني هيك شو بيستفيد الولد الصغير من المصاصة؟ مو ضروري، المهم انه الولد يجمع اكبر عدد ممكن من الطبعات السحرية. معناتها ليش المصاصة؟ بيعوا طباعات لحالهم؟ لك انت شو فهمك بالتجارة؟ ما بتفهمي بالتجارة. الطبعة ما بتنباع بسعر المصاصة، يعني الطبعة انكترت حقها نص فرنك. ايه هلا فهمت عليك. وقديش يعني متوقع تربح من المشروع؟ لاني بعرفك ما بتفوت شغله الا الربح مضمون. ولو انه هذا سر المصلحه بس معلش رح اقول لك. احسبي معي. الله يعطيكم العافيه، تواخذوني تاخرت عليكم يا جماعه، كنا عم نحكي بالمواصفات الفنيه للبضاعه نحن. استاذ حسام كيف شفت الاطعمه تبع المصاص؟ استاذ صرت ضايق شي 10، مدري هن نفس الطعمه، مدري انا ما عم بستطعم. اكيد انت ما عم تستطعم. هو ما عم يستطعم. بعتقد انه المواصفات قياسية ما؟ شو ها؟ إيه ما إلا لا طعمة ولا لذة. دخليك الولاد شلون بدهم يشتروها؟ ليك مو المهم المصاصة، المهم الطباعة. قلتك الولاد بيحبوا هيك شغلات، على قد ما عم بيشوفوا بالستلايتات. هلا اقلي لي نظيرة خانم، عن جد هيك مشروع ما بخلينا نصير فوق الريح؟ فوق الريح؟ لكن انتوا وين؟ ما انتوا هلا فوق الريح؟ ما شاء الله يعني. ولا انت بدك يعني انه تصيروا فوق الريح؟ يا ستي بتتذكري رفيقتي مطيعه يلي كانت عندي بالاستقبال اللي شفتيها المره الماضيه؟ ايه تذكرتها. مو هي اللي جوزها سمى معمله على اسمها بسكويت مطيعه؟ لك ايه هي بذاتها. ايه شو فيها هلا؟ صارت فوق 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 الريح، كلهم ورا علب البسكويت. بتعرفي صوفي؟ انا كل علب البسكويت اللي وزعتهم علينا بالاستقبال كبيتهم، بتعرفي ليش؟ يا ليش؟ مدري شلون بتحسي الامبلاج تبعها كثير كثير فلاجي، حلو وخاصة صورتها، يعني هي ما تعدم وما تخ على الجمال اللي عندها، بس تحطي لقمة بتمك من هذا البسكويت بليف تمك وتحسي كأنه شارب خشب اللي عم تاكليه. ايه والله مزبوط يا نصيرة. وانت هيك استطعمتي؟ لك لا لكان لازم إلا لأمجان، لازم يسمي المصاص باسمي. امشي لقلك مصاص صفاء. شكرا كثير وتصرفوهم بالهنا ان شاء الله. الف مبروك. تفضل تفضل لا تواخذي. وين رايك؟ انت عاوزك ضروري. عندي شوي شغل ربع ساعه ربع ساعه بترجع لي. اني عايزك ضروري. ها يا ريتو جوزي كان عنده معمل. شو هالحكي نظيرة خانم؟ الله كريم. أهلين أمجد. باركي لي صفوق، ولقلك لازم نبارك لبعض. اشتريت المعمل ودفعت حقه على 24. إيه ألف مبروك إن شاء الله. تقبرني وأحلاك. طيب حبيبي، هلا أنت مو كل ما بتوقع عقد أو صفقة جديدة بتعزمني على عشاء. وساهر ايضا. لك مو تكرم عينك، خلص حضري لي حالك.